بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة من كتاب شعب الإيمان للإمام البيهقي، باب في طاعة ولي الأمر، فصل في فضل الإمام العادل. عن ربيع بن عميلة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيليكم أمراء يفسدون وما يصلح الله بهم أكثر، فمن عمل منهم بطاعة الله فلهم الأجر وعليكم الشكر، ومن عمل منهم بمعصية الله فعليهم الوزر وعليكم الصبر. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. هذا الحديث خبر، وفيه بيان يعني صحة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إخبار بمغيبات وحصلت، هذه اللي سموها معجزات، فيه بيان إثبات نبوته صلى الله عليه وسلم. هذا خبر. الخبر يا عبد الله، أحياناً يأتي المطلوب منه اعتقاد ما سيكون، لأن القلب مطالب بهذا الاعتقاد، وأحياناً يكون الخبر مطلوب اعتقاد والعمل به بمعنى أنه لو حصل تقوم بالأمر المطلوب. فإذا قال صلى الله عليه وسلم: سينزل فيكم ابن مريم حكما قسطا لا يقبل الجزية ويقتل الخنزير وينشر العدل، معناه إيه؟ مرت قرون وستمر قرون، والله أعلم كم تطول، قد لا نرى عيسى ولا يحصل بيننا هذا الأمر، إنما يحصل في أجواله في أجيال. يجب أن تعتقد ذلك، لابد أن تؤمن به، لأن تكذيبه تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم. تؤمن بنزول عيسى ابن مريم آخر الزمان وأنه سيكون كذا وكذا. هنا إخبار بأمر قد تجده أو لا تجده، فإن لم يحصل لا بد من الإيمان به، وإن حصل فالمطلوب منك ما قرره صلى الله عليه وسلم. قال: سيليكم أمراء. السين الأصل فيها لبيان الأمر حصوله في المستقبل، سيأتي زيد وسيقع كذا، وأحيان فيه وعد: سأجعل لك كذا وسأذورك، وهو وعد. هنا يخبر صلى الله عليه وسلم بخبر أنه سيليكم أمراء. لا بد أن المرأة لا يعيش، لا بد من اعتقادي أن المرأة لا يعيش إلا وله سلطان،
فاجر أو صالح، لأن الدنيا لا يمكن أن تساس ولا تجري ولا يقوم للناس أمور في دنياهم ومعاشهم إلا بسلطان، هذا لا يكون إلا كذلك. الوالي الأمراء لهم أعوان، قد يكون أمير عام وقد يكون أمير خاص، لأن الأمير قد يكون تحته عشرة، فما طلب منه السلطان الأول أن يقوم بمهمة ويشرف على ناس فهو أمير عليهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ستجدون أمراء فيهم فساد وفيهم صلاح، صلاحهم أكثر من فسادهم. يعني يا عبد الله أعينوهم على أمورهم، لأن صلاحهم أكثر من فسادهم. صلاحهم، المرء قد لا يستطيع عد النعم، نعم الله يجحدها وينساها. المرء نعم الله عليه لا تحصى في جسده وبنيته وقواه العقلية والنفسية، مع ذلك لا يدري أن تلك النعم لا بد لها من شكر وأنها كثيرة حتى يصاب. فإذا أصيب في ولده أصبح حيران وفيه الولى ويرجع إلى الله، وإذا أصيب في ماله كذلك، وإذا أصيب في بدنه رجع إليه فكره وعقله، لأن الله لا بد من الفرار إليه وإلا هو في غفلة. كذا الحاكم، صلاحه كثير لا تدري من علم الأمن فنام في داره ومشى في أسواقه وسافر في أقطار ذلك الإمام بأمن، يكفيك هذه من إحدى النعم التي يعجز المرء عن شكرها، فما بالك إذا أنصف الناس وأبعد الخصوم وأزاح جميع المعوقات. فهذه الحسنات كثيرة جدا، دونه لما استطعت أن تمشي ولا تؤمن سبل العيش ولا تستطيع أن تنصف نفسك من الأعداء. وفيهم أمور مفاسد قد تعود على أنفسهم وقد يصاب بها بعض المرء، فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك لما قال: ما يصلحون أكثر مما يفسدون، يا عبد الله أعنه على صلاحه ولا تعنه على فساده، واقبل أو أظهر عذرا فيما لا تراه من أمر فيه ظلم أو فيه تعد أو حيف، لا أن فيه خروج عن دين الله، لأن هذا لا طاعة فيه. اسمعوا ما يقول هنا. نعم، سيليكم أمراء يفسدون وما يصلح الله بهم أكثر، فمن عمل منهم بطاعة الله فلهم الأجر وعليكم الشكر، ومن عمل منهم بمعصية الله فعليهم الوزر وعليكم الصبر. من عمل منهم ومن عمل منهم، لا تظن أن هذا التقسيم لأميرين هو تقسيم واحد، يعني هذا فيه جانب، كل إنسان فيه جانب صالح وجانب فاسد، لا يخلو إنسان من أخطاء وفساد إلا المعصوم النبي صلى الله عليه وسلم وسائر أنبيائه، لكن كل أحد فيه خطأ، ويتفاوت الناس في الخطأ والصلاح، تحب المرأة لصلاحه وتبغضه لفساده، يجتمع الأمران في المرء الواحد، خلافاً لأولئك الذين يرون أن الكبيرة تخرج من الملة ويرون أن العصيان خلاف الإيمان. هذا فيه طوائف كثيرة، منهم من الشيعة لأنهم يتبعون المعتزلة، وفيهم طوائف أخرى. فإذا علمت أن المرأة فيه هذان الجانبان فاعلم أن قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل بطاعة الله فله الأجر وعليك الشكر، ومن عمل بمعصية الله فعليه الوزر وعليك الصبر، لا تظن أن هذا تقسيم هو لشخص واحد.
وسيأتي الحديث الذي بعد هذا يبين له هذا. هذا الأمير الحاكم أو من ولاه ستجد منه أمور ما ترضاها، تغضبها، ترى أنها قد يكون فيه جور أو تعد عليك. هذا يجب عليك يا عبد الله الصبر. لما قال صلى الله عليه وسلم الصبر؟ الصبر بمعنى احتمال الأذى. احتمال الأذى لا يكون ولا يتم إلا بأنك لا تظهر شيئا يبين لك أن الجزع استولى عليك، لأن غير الصابر لابد يصرخ ويصيح ويطلب كذا ويقول حصل لي كذا. هذا الأمر الذي طلب صلى الله عليه وسلم من الرعية أن يصبروا، يعني لا تخبر الناس، لأن بمجرد أنك ترى أنه لم يأتك المال إلى الباء إلى بيتك، أو ترى أن بعض الأطعمة غلت أسعارها، أو ترى أن وصولك إلى المكان أصبح فيه جهد، تتذمر. هذا الألم ما يحصل لجميع العباد، لأن الله عز وجل من عدله ينجي الذين اتقوا بمفازتهم في الدنيا والآخرة. قد يحصل الكرب ويتساوى الناس فيه، لكن نفوسهم تختلف، منهم من هو راض مو صابر. الرضا أعلى من الصبر يا عبد الله، الرضا أعلى من الصبر. كلهم يصاب بزكام، كلهم يصاب بمغص، لكن ذاك يتألم ويبتسم راض بما حصل، وذاك فيه جزع يصرخ ويولول ويذهب هنا إلى هنا، وإلا كلهم يصاب. هذا التوزيع الذي يوزع الله فيه فضله على العباد، الناس تختلف. وهذا الذي طلب منه الصبر هو ذاك الذي يجزع، يحب أن الدنيا تمشي وتسير وفق هواه ورضاه. لما يرى أن النعم تتوالى عليه ما يشكرها، لو استطاع أن يسرق يسرق، وإذا رأى أن الخير تيسر له. ما رأيتم من يأتي إلى بائع بعض ما تنتجه مزرعته فيعرضها على السابلة لأجل أن يشتري، يتحمل هذا ويأتي به إلى السوق يطلب فضل الله، ويطلب في ذلك دراهم معدودة، يقول كم هذا الكرتون؟ الكرتون بمعنى تلك الحقيبة التي تحمل شيئاً من الخضروات، يقول بريالين. هذا المبلغ يا عبد الله ما يساوي تلك الحقيبة التي حفظ فيها خضاره، لكن رأى كساد السوق وأراد أن يتصرف. يأتي الجشع ويعلم أنه يعاني ما يعاني، يقول لا أعطيك ريال. هذا لو شكر نعم الله ما ساوم تلك المساومة. وبعد ذلك يقول هؤلاء يأكلون ويفعلون ويفعلون ولم يرضى. أن أضرب مثال يا عبد الله، ترى هذا الأمر فينا كلنا، قل من ينجو منه. الناس تحب أن يأتيهم الخير ولو كان على حساب الآخرين مرضهم وفقرهم وكذا. ولذا قليل من يرضى ويفرح أن المطر صبت في الأرض الفلاني، ويفرح ويرضى أن الأسعار هبطت في المكان الفلاني لأنه ما أتى، ويحمد الله أن الله أنعم على أقوام ويسره ذلك. أما الذي لا يرضى إلا أن تكون المعيشة الطيبة في حيزه ما يرضى بهذا. يعلم صلى الله عليه وسلم أن نفوس العباد تختلف، ويقول يا عبد الله إن أصابك ما تجزع منه إنما عليك الصبر، لأنك لو شكوت إلى فلان، فلان فيه هذه التي أنت تحسها وتتشاكلان في الروح، كلاكما فيه جزع وكلاكما يحب الخير دون جهد، لا ينصح للأمة ولا يسعى في كذا، كيف يستولي؟ لما تخبره بما فيك
والآخر يخبره بما فيه، فإذا اجتمعوا أتى الشيطان فسول لهم أمور لا تليق، إما أن يخرجوا عن جماعة المسلمين يكونون فكر خاص لهم، أو أنهم يفعلوا ما يفعلون، وهذه من الفتن أشد مما حصل لهم. ولذا كثير ممن فعل هذا الله عز وجل إما أن يعجل له ما يراه في دنياه، أو أنه يفتن طائفة كبيرة من المسلمين ويحصل لهم ما يحصل. هذا الجانب الآخر بدأنا به لأنه هو الذي يشغل الناس. أما إن أعطى واتقى الله وعمل جهده، فيجب يا عبد الله أن تشكره، أن تشكر الله. تشكره بماذا؟ أن تقوم بطاعة الله عز وجل، فإذا أنعم عليك من المال تصدق به في وجوه الخير، وأعن ضعاف قومك الذين بين أيديك، فإذا أنعم الله عليك بصحة فلتقم تخلص للأمة التي أنت تعيش فيها فتعمل ما تعمل. كذا في جميع أنواع النعم التي ساقها الله إليك، هذا معنى الشكر. ومن شكره أن تنصح لهذا الولي الذي عليك، إن كنت أنت في قسم ولك رئيس ترى منه بعض الظلم وما فيه من صلاح أكثر. الصلاح قد يكون في نفسه، وقد يكون الصلاح لأن هناك ضوابط تجبره على أن ينساق في هذه، والصلاح أكثر لأن هؤلاء نواب الوالي لو أفسدوا لما قبل الناس منهم وما استطاعوا العيش، فالدوافع النفسية تدفعهم لأن يقوموا بالصلاح، وإن كانت هناك مراقبة وخوف من الله قاموا بالصلاح. أشكر الله يا عبد الله على هذا، فإن كثير ممن تململ وصرخ ووسوس حصل فيه من الفساد ما الله به عليم. اسمعوا الحديث الذي يليه، اقرأ. عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه كل مظلوم من عباده، فإذا عدل كان له الأجر وعلى الرعية الشكر، وإذا جار كان عليه الإصر وعلى الرعية الصبر. أصطف على هذه الجملة. عبد الله بن عمر يقول أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن السلطان ظل الله في الأرض. الظل معروف، فيء الشمس إذا سقط على حاجز الحاجز يكون له ظل، فإذا كانت أشجار وحيطان في طرق في عز الصيف، المشاة والمسافرون والذين هم على سابلة الطريق إذا احتر بهم، إذا لحقهم لهيب الشمس وتآذوا من الحر، فين يلجؤون إلا إلى الظل، يأنسون بالبرود ويرتاحون من لهيب الشمس. هذا مشاهد سيما في البلاد الحارة، فإن الناس في الغالب إذا أذاهم الصيف بحرارته لجأوا إلى الظلال. هذا الظل يأوي إليه كل ملهوف مضطرب، إما من عطش أو جهد أو غير ذلك، لأجل أن يرتاح. شبه صلى الله عليه وسلم السلطان بالظل، يأوي إلى هذا الظل الملهوف والمكروه ومن به حاجة إلى الراحة، وكذا السلطان يأوي إليه المظلوم والملهوف ومن به حاجة، ومن وراءه من يعتدي عليه. لو لم يكن سلطان أين يكون النصفة ومن يأخذ بالحقوق ومن يرد الظلامات؟ ويقول صلى الله عليه وسلم: هذا السلطان ترى ظل الله. الظل يا عبد الله لا ينبغي لك أن تبول فيه ولا أن تضع فيه أذى، لأنه سيأتي بعدك من يأتي، فمن رآه قال: لعن الله الذي فعل هذا، كفى الله شر فلان، آذى الله فلان. لا تفعل في هذه الظلال،
لا تسكب ماء في غير حاجة ولا تلقي أذى في ذلك، فإن حصل منك فالتقطه وأزله، لا كما يفعل الناس سيما الذين لا خلاق لهم، فإنهم يفعلون في الظلال. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين، يعني في سابلة الطريق وتحت ظل شجرة، لا تبل هناك ولا تفعل الغائط، لأن من أتى لعن صاحبه. ويقول صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين، لأن من جاءه يلعن من رأى هذا الأذى. هذا السلطان لا ينبغي يا عبد الله أن تسعى في أذيته، لا تخونه في غيابه ولا تخونه حين لا يراك. فإذا قال هذا الطريق مسدود لا يجوز أن تسلكه، قم يتحايل، قال هذه التجارة لا تفعلوها، وهذا النوع من البيوع لا ينبغي، لأن فيه إهلاك الأمة وأخذ طعامها واستغلالها، هذا النوع من كذا من المركوبات لا تأتوها، وهذا النوع من الصيد لا تفعلوه، وهذا هذه الأيام لا تصطادوا في المكان الفلاني. ولما قالها لو كان عن شهوة وفساد الناس لا ترضى، وهذا فيه أذى له، ولذا منهم ما يفعل هذا مجاهرة، لو فعل شيئا من فساد المال في خفية، لكن هذا الذي فيه مظاهر سبل الناس في الحياة ما يفعلها السلطان. ولذا إذا نهاك عن شيء فاعلم أن فيه مصلحة للأمة. أكثر من يتاجر في الأمور في التجارات المنهية عنها هم أولئك أصحاب الفساد، ما طهرت قلوبهم وأرادوا أنهم يعيشوا ولو على لحوم الناس الأحياء. فإذا نهى عن تجارة هي تجارة مباحة، لكن هذا النوع لا تفعله لأنه فيه أذى للناس، يأتي بجميع الوسائل من رشوة، لأن في ناس أمراض القلوب، ويأتي بخديعة ويلفها في مكذا إلا ويوردها للناس. منعك الحاكم من هذا النوع من التجارات، هي مباحة في الأصل، لأن الناس في هذا الوطن الذي أنت تعيش فيه هنا أو غيرها فيه أناس قاموا بكفالة إيجاد هذا النوع، يقوم هو يورد من بلد الكفار لأن شهرة ذاك الاسم عالي، يأتي به بخفية ويدسه ويحاول بجميع الطرق، يرى أن هذا الكسب مشروع. لا والله، لا بد من الطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالطاعة، جعل هذا من أساس الإيمان وجعله أحد الأركان الستة. لما أخذ البيعة صلى الله عليه وسلم على الرجال والنساء قال: اسمع وأطع، تؤمن بالله ورسوله وملائكته واليوم الآخر، وأن تسمع وتطع. أستمع، يعني إذا سمعت القول تستجيب له، وإذا أمرك بالأمر تطيع له. هنا يقول صلى الله عليه وسلم: السلطان ظل الله في الأرض، أنت تأوي إليه حين الحاجة، فإن لم تكن حاجة لا بد من إخلاص وصرف جميع الأذى، كما أنك تحوط الظل من جميع أنواع الفساد الظاهرة، لأنه سيأتي بعدك من يأوي إليه ويرتاح إليه. هذا معنى السلطان ظل الله في الأرض. اسمعوا ما يقول القارئ. نعم، إن السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه كل مظلوم من عباده، فإذا عدل كان له الأجر وعلى الرعية الشكر. وعلى الرعية الشكر، شكر الله وشكر من فعل معك هذا المعروف. كل معروف وصل إليك هو من الله ما من البشر. فإذا جاء أحد تصدق عليك أول تقول: اللهم لك الحمد، لأنه هو الذي ساقه إليك. لو أراد سبحانه خلاف ذلك ما ساقه إليك. هذا في كل أحد.
ومع ذلك يجب أن تشكر من صنع إليك معروفا. شكره إما أن تقوم بمثل ما أسدى إليك، الذي صنعه اصنع مثله، فإن عجزت عن ذلك فقل جزاك الله خيرا. لا يأتي الشيطان فقل هذا مال المسلمين، هذا ليس له حق ونحن أولى به، لأن هؤلاء مرضى القلوب لا يقنعهم شيء، وهم موجودون في كل أمة منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسقطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون، هذا موجود. وإلى الآن أنت في ذريتك في أهلك تجد هذا النوع، منهم العاق الذي لا يعرف لك معروفا، ومنهم الطائع. هنا يقول صلى الله عليه وسلم إذا أسدى معروف وعمل بما فيه مرضاة الله ووصلك الخير اشكر الله أولا أن الله يسر لك هذا وقيضه، لأن الله عز وجل لو أراد صرفه ما حصل لك، ولكن من كانت على يديه خير وإن كان مصدرها الله عز وجل أشكره على ذلك، اعمل له من المعروف. شكر هذا الوالي، هذا الأمير، هذا الرئيس ما ترشيه بالمال، لأن هذا رئيس القسم الذي أنت فيه هو أمير عليك، لأجل أن تترضاه تأتي بهدية، ثم اليوم الآخر تأتي بعزيمة ووليمة. هذه الوليمة الذي يجب، سيما إذا كان فيها ذبح، الذبح لا يكون إلا لله، لكن لو أكرمت صديق هذا من باب إظهار الكرم محمود فعله، أما أن تكرمه لأجل أن يقال فلان أعطاني ما أعطى، ولأجل أن يقال فلان فعل كذا، هذا والعياذ بالله. لو علمت حقيقة الأمر ما يجوز لك أن تطعم من هذا الطعام، لا بد أن يكون الذبح لله عز وجل. هذا الذي فعل يأتي، ليس هذا من قبيل الشكر يا عبد الله، فإنه لو طلب منك أمرا مخالف للشرع لا تفعله ولا تعنه. لو قال يا عبد الله هلم بالقلم لأكتب أن فلان هذا يحسن منه كذا، وهو أعلم أن هذا مظلوم، لا تعطيه القلم يا عبد الله ولا تعنه على الدوات، قد يستاء منك، لكن إن كان هذا إخلاص منك لله عز وجل ولم ترد إلا وجه الله هو الذي يطوع القلب لك. أتخشى الناس والله أحق أن تخشاه؟ قال لو تزوجت امرأة زيد بن حارثة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان مولاه والذي اعتقه، يقول الناس هذا ممنوع عندنا لا نعرف هذه العادة، فخوفا من هذا ويعلم أن الله أجازه لم يرضى من نبيه صلى الله عليه وسلم. الله ينهاك عن هذه الإعانة فلا تعنه على بعض، لكن إذا أسدى إليك المعروف فاشكره واشكر الله. شكر الله أن تقوم بإحسان العبادة فيما أعطاك من نعم، وإحسان هذا أن تعينه في الطاعات والإصلاحات التي يقوم بها، لا تقم بتشويش ولا تأليب ولا كذا، فإن هذا فيه سعي فساد. الناس مرضى القلوب قد يسعى في فساد، لأنه يرى أنه سيأتي بشيء استفاده ولو كان مؤقت، لا يهمه ما يجري في الكون ولا يهمه ما يكون من ضحايا. اسمعوا الحديث، اقرأ يا شيخ خالد. إن السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه كل مظلوم من عباده، فإذا عدل كان له الأجر وعلى الرعية الشكر. فإذا عدل كان له الأجر، قد يكون تارة عدل وتارة جور،
طيهما أكثر فالخير يكون معه، وإلا الله عز وجل قد يعاقبه في الدنيا وقد يعاقبه في الآخرة. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن عدل فله أجر. ويجب يا عبد الله أن تشكر ذلك. ولو رأيت النعم التي تعيشها في ظل الحاكم لعلمت أن أكثر ما يفعله هو خير للناس، لو لم يكن ذلك لوجدت خلاف ذلك. احمد الله، فإن الله عز وجل أهلك ما حولك من القرى، ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. يعني ثم يقول ماذا؟ وإذا جار كان عليه الإصر على الرعية الصبر. هذا الحديث فسر الأول: من كان من كان، معناه شخص واحد. فإذا حصل شيء آخر أعلم فيه شيء يسمى ظلم عام وفيه ظلم خاص. الظلم العام لا يخلو منه أحد لأنه اجتهاد، يرى الإمام أن كل أحد يجب عليه التأمين. التأمين: أمن على حياتك، أمن على سيارتك، أمن على كذا. هناك من الأمور ما يعجز عنه الحاكم أو غير الحاكم أن يسير الأمر إلا بهذا، وإلا أنا ما أمن لأني ما عندي هذا النوع من فلاتات الناس وذهابهم هنا وهنا وإظهارهم الحوادث، فما أتحمل جزء مما يفعل ذلك. هذا الأمر لا يستطيع الحاكم أن يقول لا تفعلوا ذلك، لأن الأمور لما اتصلت بالخارج والداخل لا يتم الأمر إلا بذلك، فلا بد من الصبر والطاعة وإعطاء ذلك. ليس هذا من باب الربا يا عبد الله الذي يجوز أن تتحايل فيه. لا، أو قال: كل بضاعة دخلت البلد نضع عليها رسوم. هذه مصلحة، وإن كنت تظن يا عبد الله أن بضاعة جلبتها والجالب مرزوق، لما يأخذ علي ذلك؟ لأنك لو صدرتها الجهة الثانية تأخذ منك ذلك، وأنت لو أتيتها هذا الذي يأخذه منك لابد أن يدفع مصارف أناس قاموا بالحياطة على حياتك ودفع فيها مصارف لأجل تسليك السبل وتسلك فيها بهدوء وناحية، ولا بد أن أمن لك شيئا من المعيشة. هذا لا بد أن تفعله يا عبد الله. يأتي الآخر فيتحايل يريد أن يهرب من هذا. يا عبد الله، ترى هذا ظلم أنت تفعله خلاف ما أمرك الله به وأمرك به رسوله صلى الله عليه وسلم من الشكر. أنا أتكلم مع أناس صح ما ثبت عندهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلوه، وما جاء من صحيح من كتاب الله، صحيح يعني في الدلالة، لأن الآية قد تحتمل، صحيح دلالته في آية الله قبلوه، وما قاله ممن يفوقك علما ومعنى لا بد أن تستسلم، إلا إذا كانت شبهة. الشبهة ما خرجت من نفسية مريضة، لأن صاحب الشهوة مهما أتيته من دلائل لا يقبلها. لما أقول هذا الكلام لأني أدرك من السامعين ما لا يحتمل هذا فينا وفيكم وفي غيرنا، وأدرك أن هذا الكلام لا يرضى عليه بعض الناس، لأن يظن أن هذا الكلام يسود في كل مجتمع. ما ينبغي لنا أن نسمي من ومن، لأن بعض الأماكن فيه من الظلم والجور ما لا ينبغي، فنقول والحمد لله ما كان من تقييد المباح وما كان من أمر
عم الناس، الناس يتشاركون فيه فهم أسوة، سيما إذا علمنا أن رجوع ذلك إنما هو إليك يا عبد الله. أما إذا أخذ بغير حق ووضعه في غير حق، هذا الذي يجب أن تصبر وتتذمر وتسأل الله إصلاح الوضع والحال. ويقول صلى الله عليه وسلم: وإن جار فعليه وزره وعليك الصبر. ثم اسمعوا بقية الحديث، اقرأ: وإذا جارت الولاة قحطت السماء، وإذا منعت الزكاة هلكت المواشي، وإذا ظهر الزنا ظهر الفقر والمسكنة، وإذا خفرت الذمة أديل الكفار. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أن أمور إذا حصلت ستكون نتائجها فيها عقوبة وفيها زلزلة لأولئك الأقوام. اسمعوا، قل جملة جملة: وإذا جارت الولاة قحطت السماء، يعني السماء ما تنزل أمطار، الأمطار نزولها فيه خير وبركة، وقد يكون نزولها عقيمة، يعني ما تخرج شيء، فقط إملاء الشوارع بالمياه ولا فائدة فيه، وقد يكون نزولها عقوبة كما تسمع وترى من الفيضانات وتدمير الديار وغيرها. فإذا جار الحاكم ما نزل الخير، عبر بالمطر لأنه أقوى وسيلة وأظهرها للرائي. لا تظن يا عبد الله أن الصناعات وإظهار الآلات الحديثة والإنتاج الهائل يغني عن نزول المطر. لا يا عبد الله، المطر أساس الحياة، المواشي ترعى عليها، الأجبان واللحوم والحليب، وهذه الخضروات تعيش عليها، وهذا الماء يسلكه الله ينابيع في الأرض فتشرب منه. لو قل كما ترى في الرائي، الرائي يعني المذياع أو ذاك الذي يسموه تلفزيون، لو رأيت مشاهد الله في عباده كيف المرأة تحمل جرتها تقطع أميال لتأتي بقليل من الماء لتشرب هي، ولا هي بهائمها ميتة، فتحمد الله عز وجل أن يسر لك هذا، نعوذ بالله من زوال النعم، فتجد هذه نعمة إلى أن تزول، فتشكو حينئذ تطلب من الله عز وجل. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن جور الحاكم قد يسبب في عدم نزول الخير من السماء، القطر وغير القطر. نعم. وإذا منعت الزكاة هلكت المواشي. منع الزكاة يدمر المال، الزكاة جعله الله فريضة، ينمو بها المال ويطهر، لأن الزكاة معناها التطهير ومعناها النماء. لكن يأتي الشيطان يقول: فين تخرج هذه الزكاة؟ فإذا علم أنه لا بد من إخراجها عن غير طيب نفس، نفس مو طيبة بها، يقول: ضعها في عيالك، أطعم بها مواشيك، يعني يرجع كلها مرة ثانية تعود إليك. فلا بد من التحايل. من أخرجها طيبة بها نفسه ويعلم أن الله ينمي بها ماله ويزكي بها نفسه، فإنه لا بد أن يجد خير ذلك في الحياة التي يعيشها. ومن منعها هلكت المواشي، لأنه تعبير عن أولئك الأقوام الذين يعيشون على المواشي، وإلا أهلكت المال. ما سمعتم بإنسان سرق ماله وآخر أحرقت خزائنه وآخر سطى عليه الجائر فأخذها قهرا، وهكذا جميع الخيانات في الأموال، يسلط الله عليه الحارس ويسلط الله عليه السائق،
ويسلط الله من يترصده في الطريق. فإن لم يكن لكم ذلك لم يكن هذا ولا ذلك فذلك أصيب بخسارة يعلم الحاكم أن هذا مفلس لا تتعاملوا معه. ترى مصيبته ما جاءت من غيره، جاءت من نفسه، لأن نفسه ارتبطت بالمال إلا إما حبا فيه حتى نسى حقوق الله ولم يشكره، وإما بخلا عما أعطاه الله عز وجل وجور وسلب وكذب. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا منع الزكاة ذهبت هذه الأموال وتلاشت بسبب من الأسباب، منها الماشية. نعم. وإذا ظهر الزنا ظهر الفقر والمسكنة. الحديث هكذا جاء في هذه اللفظة، والأحاديث الصحيحة أنه إذا ظهر الزنا والربا ظهرت الزلازل، يعني ظهر غضب الله في الأرض، إما فيضانات من البحر أو من السماء، ثم ظهور الزلازل. أيما زلزال، الزلزال يعني حركة الأرض ترتج رجا شديد، فإذا ارتجت إما جاء البحر فطم أو انهدمت بيوت أو حصل بركان فدمر قرى وأمم. فإذا رأيت من هذه من غضب الله في الأرض اعلم أن هناك زنا وربا، ربا أكل أموال الناس بغير حق لهم ضعاف، هذا ولو كانوا كفار يا عبد الله، وزنا لأنهم استحلوا الفروج مع أن الفرج لم يحل في دين من الأديان، حتى العقلاء الذين لا دين لهم يعلمون أن هذا لا يقبله الآخر. أيما حصل، إذا سمعت بأرض حصل فيها هذه اربط بهذه وابحث ستعلم صدق ما نقول. هنا يقول صلى الله عليه وسلم: ظهرت الفقر والمسكنة. الفقر يعني الحاجة، وهكذا نتائج الزلزال، تذهب بيوت الناس ونعمهم، إما يكون لاجئين أو مشردين، هذا هو الفقر. والمسكنة يكون فيهم ضعاف، هكذا الحروب التي تثار أحياناً على المسلمين، ما نقول المؤمنين، على المسلمين، لأنهم تخلوا عن دينهم ونسوا الله عز وجل، فأراد أن يذيقهم بأسه في الدنيا، إما تخفيف من العذاب يوم القيامة يخفف عنهم، أو ليمسهم ليعودوا ويرجعوا إليه. الله غني عن تعذيب عباده، لأنه لا مال، ما قل ما يعبأ بكم ربي إن شكرتم وآمنتم. إذا كان فيكم شكر وإيمان، ما الذي يجعل الله عز وجل أن ينزل بأسه عليكم؟ اقرأ. وإذا ظهر الزنا ظهر الفقر والمسكنة، وإذا خفرت الذمة أديل الكفار. يعني يا من عاهدتم الكفار عهدا أنكم لا تغيروا عليهم في هذه المدة التي عاهدتم فيها، من غدر فإن الله سيديل، دال بمعنى جعلت الدولة لهم، الدولة يعني المر الكر التي فيها نصر، أي أن الله سينصر هؤلاء الذين أخفرت ذمتهم. الذمة بمعنى العهد، فإذا عاهدت لا تغدر يا عبد الله. إذا كان هذا في الكفار فما بالك الغدر بين الأفراد، عاهدت، العقد والعهد بمعنى واحد، عقدت معه عقدا أن يقوم بإنجاز عمل، فطمع العاق أحد العاقدين وهو صاحب المال قال: لا أخذ مني كثير، أنا لا أوفيه ولا أعطيه، فلما استوفى ذاك العمل قال: لا أخذت حقك. إلا والله عز وجل سيجعل هذا الذي أخفرت ذمته دولة يوما ما عليك. وهكذا بالعكس، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد.
وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يقول السائل: قال الله تعالى: والذين يدعون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ما معنى بهتانا؟ البهتان هو الكذب، لكن البهت أن تبهته بأمر تفاجئه فيه لم يفعله ولم يعمله. جيت الإنسان سليم الصدر دخل الدار أو المنزل أو المسجد، فإذا شخص أمامه: أنت الذي زنيت بفلانة؟ وما عمره زنى ولا يعرف هذا. هذا المال الذي يصرخ عليه أنه مسروق أنت الذي فعلته؟ ويشهد شاهد آخر، هذا بهت عظيم، هذا بريء ما فعل شيء ولا درى عن شيء. فتأتي بمصيبة تفاجئه فيها، تبهته أنك تفاجئه بكذبة خطيرة عجيبة يعجز أن ينطق من شدة ما وقع عليه. لما تأتي هذه المرأة البريئة السليمة ثم تسمع أن جارها وفلان وفلان رماها بالفاحشة وهي لا تعي ولا هي لم تفعل ولا تقرب هذا المعنى، كم يكون وقع هذا الكذب عليها؟ هكذا يقول صلى الله عليه وسلم: فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أول الآية: والذين يدعون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. واضح، نعم، اكتسب من يفعله، نعم. يقول: ومعنى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ما هو المرض الذي في قلوبهم ومعنى المرجف؟ لئن لم ينتهي المنافقون عن الدسائس والكذب وقول الزور وإثارة الفتن، وإن لم ينتهي المرجفون الذين يقولون أنتم قلة والكفار حولكم لا تستطيعون كذا، إنما أتيتم بالبلايا علينا، أخرجوا عنا. والذين في قلوبهم مرض، المرض عن الريب والشهوة، إما شهوة الدنيا أو الشك في هذا الدين. هؤلاء الثلاث هم أصحاب خطورة في المجتمع، بعضهم أخطر من بعض. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن لم يكف هؤلاء عن شرورهم لا يؤذوا نساء المؤمنات لأنهم مرضى القلوب، ولا يرتابون في الحق فيشوشون على سليم الصدر، وإن لم يكف المنافقون عن الدسائس والتربص لنقول صلى الله عليه وسلم: اذهب إلى فلان وفلان وفلان وتلك الجماعة وتلك القبيلة، ثم لا أخرجناهم بالقوة وانتهكنا منهم ما يستطيع، ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ولذا كفوا بعد هذه الآية: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. سكتوا حينئذ، لأنه صلى الله عليه وسلم أخبر: لا يأتيني أحد بقولي كذا إلا وأقمت عليه الحد، إما القتل وإما الجلد أو القطع. فكفوا عن ذلك، نعم. صلى الله على سيدنا محمد.